وليش مستعجل يا ابو غسان؟ خليهم لغايه بكره ما مشكله. المساله ما تفرق عندي اليوم ولا بكره. بس متى تخلص من بكره او حتى اليوم؟ لا تستعجل يا ابو غسان، لا تستعجل. زين هات. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والسرور يا اخوي خميس. حرصنا خميس جاينك. ايش فيك يا اخوي خميس؟ ايش اللي مضايقنك؟ ليش كل ما تشوف مرشد
ترتبك ويتغير حالك وتغدى كم العود النخران اللي شوية هوا يكسره. وانت ايش اللي موقفنك معه؟ ما من عوايدك انت وياه تسولف. يا ترى ايش كان يقول لك؟ ما كان يقول لي شيء. انا كنت احرصك تخرج من المسجد بس. لكن انا اسالك يا خميس، ايش اللي بينك وبين مرشد؟ الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. إلا متى بتظلي جالسة عند الدريشة يا بنتي تنتظر القمر يكتمل علشان تتذكري أمي شو ماتت الله يرحمها؟ عمر الموت ما أخذ منها حد ورجعها مرة ثانية، وجلوسش عند الدريشة ما بيزيدش غير غم وهم، وانت بعدش صغيرة عن الهم. يا بنتي الموت حق علينا، وانتظارنا للناس اللي فقدناهم ما بيجيب نتيجة حتى لو انتظرناهم العمر كله. يا بنتي ما أوصيش غير بالصبر، الصبر الصبر يا بنتي الصبر. الصبر؟ نعم الصبر، حتى لو كان مر حنظل علقم فما شاء أحلى منه، وخاصة في مثل هذه الأمور. أخاف يجي يوم يكون الصبر خلص من الدنيا كلها، أدور عليه وما حصله. خليني أنا أخاف من ذاك اليوم يا بنتي، لكن أنت يكفيش تفكير. هذا انت صار لي 3 سنوات وانت على هالحالة، كل ليلة تجلسي عند الدريشة وجلوسش ما زادش غير هم وغم. 3 سنوات، 7 أشهر، 23 يوم راحت فيهم أمي، كل شهر يكتمل فيها القمر، إلا الليلة اللي ماتت فيها أمي كان القمر ناقص. صادف ذاك اليوم خسوف القمر، ساعتها حسيت ان امي بتروح عنا، هذه هي راحت، خلتني وحيدة عاني وقاسي، لا اخ ولا اخ، ما عاد لي حد بعد امي، ما عاد لي حد. الله يسامحك يا بنتي، وأنا وين رحت؟ أنت الخير والبركة يا أبوي، ولولاك ما كنت أقدر أعيش، بس يا ريتك لو خليتني أكمل دراستي وخلص الناس من ذاك المرض اللعين اللي قضى على أمي الله يرحمها. خوفي من كلام الناس هو اللي خلاني أمنعش إنش تواصلي تعليمك. أنا غلطت في حقك يا بنتي، ولو أندم طول عمري ما يكفيني إني أعتذر لك. سامحيني يا بنتي سامحيني. أنا أعرف يا أبوي، أعرف إنه الناس ما تخلي الواحد لحاله. أنا أروح أجيب لك العشاء. Thank you.
الله الله، والله تستاهلي يا كبيره. من بعد سلمى بنت عمي خميس خطيبتك. انا بعدني ما خطبتها، وبعدين انا بس هي خطيبتك. عمي وابوي متفقين على هذا الشيء من زمان، وينتظروك تشتغل عشان تتزوجوا. بس انا ما افكر في الزواج يا حسان، انا افكر في مستقبلي. اريد اعيش مثل كل الناس اللي عايشه، اريد اكون رسام مشهور ومعروف. حسان انا عندي احلام كثيره اريد احققها. يا اخي ممكن تحقق كل احلامك وسلمى معاك. انت ما راح تفهمني ابدا، ولا واحد في البيت هنا بيفهمني. المهم خلينا الحين من سالفه الزواج وسلمى، وخبرني ايش. صباح الخير ام عمي. اهلا، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. هنا. ها، في حد اتصل فيني؟ كل اللي اتصلوا فيكي اساميهم موجوده عندي في الملف مع كل اللي طالبين مقابلتك امس. طيب جيب معك الملف وهي بمره واحده بريد اليوم ان شاء الله. طيب. في هذا الملف أسماء كل اللي اتصلوا فيك اليوم قبل لا توصل. العزيز. وهذا ايش يريد بعد؟ ما رضى يقول لي ايش يريد يقابلك. أصريت اني اعرف سبب المقابلة لكن رفض. سمعيني يا فوزية، انا مستعدة اقابل كل هذه الناس ما عدا عبد العزيز بن ابراهيم. ان شاء الله استاذة. تعملين بشيء ثاني؟ لا. ايه، طلبي لي المدير المالي ومدير المشاريع. حاضر، عن اذنك. طيب. يا ترى ايش يريد عبد العزيز بعد طول هذه السنين؟ يا اخي قلت لك مليون مرة لا تتصرف بأي شيء قبل لا ترجع لي.
أنا ما بجلس أعيد لك الكلام مرتين وثلاث. إذا كنت ما تفهم قول لي وأنا بنفسي أتصرف. على العموم أنا الحين ما فاضي لك، عندي اجتماع. من أخلص من الاجتماع راح أتصل فيك مرة ثانية ونكمل الموضوع. غبي. أنا ماذا جمل الخرائط المشروع اللي حدثتكم عنه واللي إن شاء الله بنقوم بتنفيذه بعد ما تتم دراسته من قبلكم ومن قبل مهندس الشركة. وعاد نريد اعتمادك أستاذ عبد الحميد لأنك مدير المشاريع. أستاذ عبد الحميد يا ريت لو تكون معنا. أنا معاك يا أم أمين. يبدو لي من باب التخمين أن المشروع مكلف كثير، والشركة في الوقت الحاضر عندها مجموعة مشاريع جالسة تنفذها. إيه بس إحنا المشروع ما راح ننفذه اليوم ولا بكرة أستاذ عبد الحميد، لأن المشروع ما زال تحت قيد الدراسة ولازم يأخذ وقته بالدراسة. ولا تنسون بعد أن هذا المشروع مهم جدا لأنه يساهم في تنمية السياحة، وترى فوائده مضمونة. أستاذ صالح لا تنسى تدرس المشروع بشكل جيد مع مدير المشاريع. إحنا في خدمتك يا أم أمين، وأنا عن نفسي راح أدرس المشروع من أكبر شيء ولين أصغر مسمار يحتاج له المجمع. بعد إيش تبغي؟ يا اخواني يا ريت لو تكون همتكم معاي بشكل اكبر، لان احنا لو قدرنا ننفذ هذا المشروع شركه الامير راح تكون في العالي، وساعتها نقدر ناخذ مشاريع اكبر. لكن يا ام امين انت ما خبرتينا هذا المشروع لمن. مهمتكم الحين دراسه المشروع وبس، واللي اريده يا ريت لو كل مهندس الشركه يطلعوا على الخرائط. صح، الشيء الثاني اللي اريده بعد يا ريت لو تحددوا لي الفترة الزمنية اللي بيستغرقها بناء المجمع. طبعا هذا راح يكون ضمن دراسة المشروع يا أم أمين. إذا على بركة الله. عندك بارك الله فيك يا ولدي. غسان. نعم. مر مزرعة عمك، يمكن عنده هناك طعام ولا شيء، وساعد الله يخليك. إن شاء الله. يلا يا ولدي. يلا. صباح الخير عمي مرشد. صباح النور، يا هلا ومرحبا بسلمى، حي الله. والله اكيد انت رايحه عند فاطمه اذا ما كنت انا غلطان. صحيح يا عمي. وهين انت؟ ما حد شافك من زمان. يلا يلا يا سلمى، عسل ما نكون خير ان شاء الله. وانا اكون يا عمي في البيت. انت لازم تكونين في قصر يا سلمى، ما في بيت، في قصر. قصر مرة واحدة عادي يا عمي، اللي مثلنا وين يعرف عن القصور شي. الله يهديك يا بنت خميس. الله يهديك. انت يا ابوي خيرة البنات، خيرة البنات. الله، هذا كأن غسان ولد عمك يناديك. زين يا سلمى، انا بروح عنك الحين، لكن ابغى اشوفك مرة ثانية وضروري. زين ان شاء الله يا عمي. ان شاء الله. يا الله يا الله يا سلمى. أقول السلام عليكم ولا صباح الخير يا متعلم. السلام عليكم يا عمي مرشد. تشبق في نشهد مع هذا الرجال. وقف أسلم عليه وسأله عن فاطمة. مزيد، هذا الرجال أنا ما أحبه ولا أطيقه ولا داني عشت الله، ولا واحد في القرية هنا يحبه ويطيقه، وأنت بعد ما لازم تكلمه. بس الرجال ما سوى شيء، وبعدها أنا أحترمه وأعتبره مثل أبوي وعمي سيف، بعدين هو إنسان طيب ويساعد كثيرين في القرية. أنا لله فلله ما أطيقه ولا داني، زين؟ وأنت بعدك لأنك بنت عمي ما لازم تكلمي. بس حرام يا غسان، الرجال في عمر أبوي، بعدين عيب إني أشوفه وأمر عليه وما سلم عليه، إيش بيقول عني يا؟ ما قلنا شيء، سلمي عليه، بس لا توقفي معاه هذيك الوقفة. أحب
احس انك بدأت تغار يا ولد عمي. انا غار من شايب مرشد عاد. انا اقول يمكن. ايش موقفنا الحين؟ انت الحين بتروح تودي الطعام وانا بروح بيت فاطمة عشان ارجع لها الكتاب واجلس معها شوية. بتروح بيت مرشد؟ ايوه بيت العم مرشد عن اذنك. آسف. خلصت؟ خلصت ولد الحلال. ايه مر عليك غسان؟ ايه نعم مر. اعطيت الطعام؟ ايه اعطيناه. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طيب ان شاء الله. حاضر يلا مع السلامه. تفضل. صباح الخير يا أستاذة سميرة. صباح. أنت؟ نعم أنا يا أستاذة عبد العزيز بن إبراهيم. تذكريني ولا بعد نسيتيني؟ كيف تسمح لنفسك بالدخول من غير ما تستأذن من المنسقة؟ فوزية، فوزية اسمعي يا أستاذ، احنا في شركة محترمة ما في شارع، ولا تعتقد ان احنا في حديقة عامة وممكن اي حد يدخلها وفي اي وقت. انا يا مدام سبق وعملت موعد مع المنسقة، فاذا هي ما خبرتك فهذا خطأها، ولو اني انا اشوف انه ما في داعي للمواعيد لاني انا اصلا في شركة اخوي مبارك الله يرحمه، ولا هذا الشيء تنكري بعد؟ اخوك مات من 15 سنة والعلاقة اللي بيننا انتهت بموت اخوك، يعني الان ما في اي شيء يربطني بيكم. لا في يا استاذة، في اولاد اخوي منى وامين، ولا هذا الشيء تنكري بعد؟ لا تنسي اني انا اكون عمهم. لا ما نسيت، لكن من الأفضل أنك تظل مختفي من حياتنا أنت وأهلك. لو تعرفي ليش أنا جاي اليوم يا أستاذة كان ما قلت اللي قلتيه. يمكن تكون جاي تجدد طلبك القديم اللي كنت تحاول فيه من زمان. طلبي الزواج منك يا أستاذة كان حرصي على أولاد أخوي، ما مثل ما دار في بالك دوما. طلبك كان سبب طمعك في الشركة وكل تركة أخوك، لأن ما كان لك نصيب في الميراث، فما حصلت طريقة ينالك شيء من اللي ترك أخوك إلا أنك تطلبني للزواج. تتذكر ساعتها إيش قلت لك؟ نجوم السماء أقرب لك، واللي ما قدرت تأخذه بالحيلة ظنيت أنك ممكن تأخذه بالغش والخداع،
قدمت أوراق مزورة على أساس أنك شريك أخوك في الشركة وإن أباع لك بعض من أملاكه من مزارع وأراضي وغيره. وصلتني معك للمحاكم علشان أثبت لك أنك كذاب في كل اللي قدمته. يا أخي حرام عليك، حرام عليك في اللي كنت تريد تسويه مع عيال أخوك. تريد تستولي على أموال أيتام، لكن ربك قال لك بالمرصاد. إي نعم، ما قدرت تحقق في اللي كان في بالك. انسي الماضي يا سميرة، انسي ماضي. الماضي اللي بينه هو الحاضر، هو المستقبل. كيف أقدر أنسى؟ كيف أقدر أنسى الأيام السوداء اللي كنت تجرجرني فيها في المحاكم؟ فوزية، فوزية. نعم يا أستاذة. ليش تركة مكتبك ومخلي اللي يدخل علي اللي يسوى واللي ما يسوى؟ أنا كنت في مكتب الأرشيف أجيب المواضيع وانسخ الرسائل اللي طلبتيها مني. مرة ثانية يا أنسة، انتبهي على شغلك، وبعدين إذا بغى أحد يدخل علي الآن فأنا فاضية، دخلي. حاضر يا أستاذ. أنا عارف أني أخذت من وقتك كثير، لكن قبل لا أطلع لازم أقولش أنا ليش جاي وإيش بغى أقولك بعد طول هذه السنين. أنا جاي لموضوعين اثنين فقط. لو وافقتي على الأول يا مدام، الموضوع الثاني بيكون ما له قيمة ولا له أساس، لكن لو رفضتيه الموضوع الثاني بيكون هو الأهم وهو الأساس. أنا طالب إيد بنتك منى لولدي سعود. إيش قلتي؟ إيش؟ مثل ما سمعتي، عندك مهلة يومين ترديلي على طول، وعلى ضوء ردك يتحدد الموضوع الثاني عن إذنك. على فكرة يا مدام، خبري من سقتك تعمل لي موعد بعد يومين علشان ما يدخل عليك اللي يسوى واللي ما يسوى. أنا وراك والزمن طويل يا سميرة. ما أكون عبد العزيز بن إبراهيم إذا ما طلعتك من الشركة بملابسك اللي عليك وبس. أيوه أيوه مسعود، ما نسيان ما نسيان، رايح على طول الحين يا مسعود. ما يصير الحين، قال سلام، ما يصير أكلمك الحين في السيارة الله يهديش. يلا مع السلامة. يا سميرة هدي نفسك، أنت بهذه الطريقة ما تقدري تواجهي الموقف. معقولة سميرة المرأة الحديدية تنهار بهذه السهولة؟ والله عارفة عارفة يا سميرة،
أنا ما أريدك تكوني ضعيفة قدامه، أريدك تكوني قوية. إذا كنت ما موافقة على طلبه ما يقدر يفرض عليك أو على بنتك أي شيء. والله أتمنى لو كنت عارفة أخو زوجك هذا اللي مخلينك في هذه الحالة. إيش أسوي فيه؟ قلص على طول الأبد. زين؟ خلاص يا سميرة، كلها دقائق بكون عندك، ما بتأخر. الحين أسكر المحل وأجي على طول. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. أنا آسف جداً كأنك باقي تسكر المحل، ولو أني أشوف أشياء حلوة وجميلة وغاقية الواحد ممكن يشتريها منك يعني. لا أبداً، لو تريد شيء المحل تحت أمرك. بس أخاف عطلك، يمكن باقي طلعي أو شيء يعني. تفضل خذ راحتك. شكراً. صدقني يا إيمان عارفة كيف أتصرف، ما عارفة شو أسوي معها. قولي بس دليني. أنت لو استسلمتي لهذا القلق والخوف ما بتسوي شيء أبدا. خليش هادية علشان نعرف نفكر صح. هي تفكير صح الله يهداك. وأنا من لحظة ما دخل عندي الشركة وأنا على الحالة ما قادرة أهدى أبد. ولع فيني نار وجلس أشوف علي. والحريق اللي صار عندي لابد أن نطفيه، وما ينطفي يا سميرة إلا لما تهدئي. ما قادرة. أريدك تتذكري شيء مهم يا سميرة، إنه ما يقدر يأخذ أولادك مني مثل ما كان يهددك زمان، وما يقدر يتزوجك بالقوة مثل ما عرض عليش من سنين. لكن اليوم يطلب يد بنتي بنا لولد سعود، وطالما انت ما موافقه على هذا الزواج تاكدي انه ما بيصير اي شيء من هذا النوع يا سميره. بس انا يا ايمان ماني عارفه هو يفكر في ايش. يا ريت قال لي، يا ريت وخلصني من هالحيره اللي انا فيها الحين. اللي انا مستغربه منه ليش ما ظهر عبد العزيز الا في هذا الوقت بالذات. اكيد وراء هذا الانسان. طبعا. يلا قوموا روحوا ناموا بلا سهر. ما خلينا شوية ما بس نكمل الفيلم هذا، بس نكمله بس. نعم. طيب انت واضح شكلكم اليوم ناويين على سهرة. المهم بعد ما يخلص الفيلم روحوا ناموا ان شاء الله. يلا. طيب يمي، بس انا بغيت اتكلم معاش يعني في موضوع. خير اسمعك قول. بكرة صديقي منير عازمنا على حفلة عيد ميلادهم، يعني بصراحة يعني يا ريت لو توافق اني اروح هذه الحفلة. انت تعرف رايي في هذه المواضيع يا امين. يعني افهم من كلامك مش موافق اني اروح هذه الحفلة؟ طبعا لا، وشيل من راسك فكرة مثل هذه، واستعد بعد ايام تدخل دورة تدريبية في الكمبيوتر، فاهم؟ وانت بعد انتظارش دورة في اللغة الانجليزية قبل لا تدخلين الجامعة. انا جاهزة إذا تريدي حتى من بكرة.
أرجوش ما وافقني أروح هالمرة، بس هالمرة والله وعدش إني ما أتأخر. إحنا انتهينا من هذا الكلام. ما أنت تعرفي لما تصر على شيء كأنش حرمة عجوز مسلطة مثل اللي نشوفهم في الأفلام والمسلسلات. تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.